استخلصنا مجموعة من المبادئ اللي موجودة في الاتحاد البرلمان الدولي والموجودة في البرلمانات المتقدمة. ممكن ان احنا يبقى ده مشروع بالنسبة لنا في البرلمان العربي. المبادئ دي لازم يكون ان احنا بنتيح اتاحية فرصة مراقبة الرأي العام لأعمال البرلمان العربي، ويمكن الأعمال اللي قدمتوها حضراتكم في الفترة اللي فاتت في دور الانعقاد الحالي يعني جديرة بأن الرأي العام يوصل لها بشكل كافي. علشان كده بنحيي فكرة الدور الشعبي للبرلمان في الوصول إلى كافة المواطنين. الحاجة الثانية أنه في مبدأ بقى موجود أن الديمقراطية أصبحت دالة في إحساس المواطن بأهمية المؤسسة، وأعتقد أن المؤسسة البرلمانية هي مؤسسة في الأساس بعيدا عن دورها السياسي هي مؤسسة شعبي، وبالتالي كل قنوات الاتصال مع الجماهير سواء من خلال الاتصال المباشر ما بين أعضاء البرلمان أو من خلال الاتصال عبر جريدة البرلمان أو عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان أو من خلال الإعلام وإذاعة جلسات البرلمان، أعتقد أنه جزء مهم جدا للوصول لهذا الدعم الشعبي. البرلمان العربي أنشئ أساساً مقتضى قرار جامعة الدول العربية في 2005 باستحداث المادة 19 اللي أشارت إن يبقى فيه ينشأ برلمان عربي داخل منظومة جامعة الدول العربية، وبدأ البرلمان أعماله في 26/27 ديسمبر 2005، وفي سنة 2010 كانها المدة الأولى 5 سنين، واتبدل في قمة بقرار رقم 105 بدل سنتين، ثم في 29/2012 صدر النظام الأساسي الموجود دلوقتي اللي بيطبق على برلمان العربي، وافتتح البرلمان وقام افتتح أول دور انعقاد ليه بالفصل التشريعي الأول هو انتهى، ويبدأ الفصل التشريعي الثاني إن شاء الله في أكتوبر في 12/12/2012. الأهداف الرئيسية للبرلمان العربي اللي حددتها لجنة النظام الأساسي والمادة 2 من النظام الأساسي إن هو يكون فضاء لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإن هو يبقى ليه دور ومشاركة فعالة في رسم السياسات العربية، وده بيتطلب بعد كده من الاختصاصات والصلاحيات اللي أضيفت للبرلمان العربي، واللي أعتقد إن هو نجح خلال دور الانعقاد الأول إن هو يقوم ببعض منها، وأعتقد إن لسه المجال كبير وبخبرات حضراتكم ودوركم كبير هيقدر البرلمان إن هو يثبت إن هو فعلا وليد يقدم نموذج في البرلمانات الكونفدرالية. نملك عقيدة سمحاء توحد ولا تفرق، تعز ولا تذل، ترحم الإنسان ولا تظلمه، تنشر السلام وتنبذ العنف. أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والإسلام الذي نطلب لا إسلام أحزاب ولا أيديولوجيات شخصية، الإسلام السمح الذي تربينا عليه وتوارثناه من آبائنا وأمهاتنا، لا إسلام العنف ولا إسلام الإرهاب ولا إسلام مصالح، إسلام يدعو إلى كل خير. نحن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لممثل الفلاح مصر نؤيد الديمقراطية، ونحن أيضا في الأساس حركة ديمقراطية شعبية تبدأ من القاعدة وهي القرية والنجف لجمهورية مصر العربية، تنتهي مرورا بالمركز الإداري والمحافظة إلى أن تصل إلى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وهو قمة البنيان التعاوني في مصر الذي يحتوي على 6852 جمعية زراعية. هذه الجمعية الزراعية تؤيد الديمقراطية كما كنا في السابق، ونبعث برقية تأييد هذا النصوص باسم الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الذي يمثل جموع الفلاحين في ربوع جمهورية مصر العربية من أقصاها إلى أدناها، والمتمثلة في المنظمات التعاونية الشعبية الفلاحية الزراعية
والتي تمثل نسبة 57 من سكان مصر، عدد من 15 جمعية تعاونية على مستوى الجمهورية، 56 مركزية للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي والإصلاح الأراضي، وعدد 6852 جمعية على مستوى القرية. نؤيد نحن ممثلي تلك الكيانات الشعبية الديمقراطية بكل الحب والفخر والإعزاز أعضاء برلماننا العربي على رأسه بسيادة الأخ السيد الأستاذ الفاضل أحمد بن محمد الجراح رئيس البرلمان العربي. هذا يعني ليس باجتماع، يعني هذه احتفالية بيوم الديمقراطية العالمي. ليس هناك جدول أعمال ونقاش لجان وستخرج بتوصيات، ولكن نحن توصيتنا من خلالي أنا ومن خلال كل زملائي أعضاء البرلمان العربي بأن نسعى لتعزيز الديمقراطية في الوطن العربي، ونسعى للتكاتف والعمل بحسن راقي وبعقل يعني في وتحكيم العقل في كثير من قراراتنا وبناء علاقاتنا.